بص يا شبابنا، دي آخر محطة في اليوم بتاعنا. دي الحصيلة بتاعتنا الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله، يعني حاجات حلوة اهيت بالصلاة على النبي. طبعا مش كل يوم بيبقى الوضع كده، مش كل رحلة بتبقى على كده، ساعات نص دوت، ساعات برضو يعني يوم كده ويوم كده، بس احنا النهاردة كان ربنا موفقنا. ويلا نتمنى لكم مشاهدة ممتعة، يلا بينا نشوفوا بقى احنا عملنا ايه في اليوم ده، ونشوف السمك ده طلع ازاي. ازيكم يا شبابنا؟ كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكون الجميع بخير. الله يسعد صباحكم اذا كان عندكم صباح، ويسعد مساكم اذا كان عندكم مسا. النهارده ان شاء الله يا جماعه هنوصف لكم رحله تسقيط اكنكم معانا بالظبط، يعني عشان في ناس ليها اسئله ياما، فانا ان شاء الله النهارده هنحاول نجاوب على كل الاسئله في فيديو. من ضمن الاسئله اللي هي الناس بتسالها، المركب بكام؟ هنا يا جماعه في ثلاث اسعار للمراكب، في مركب ب 100 جنيه، ومركب ب 110 اللي هي بتبقى مركب صغيره بس فيها حمام، واليخت ب 150. طبعا الناس كلها بتيجي بتتجمع هنا، لو ما معكش صاحب مركب تتفق معاه ان انت طالع معاه، لو جيت هنا في المكان ده كده هتقدر ايه؟ هتقدر تسوي نفسك وتعرف ايه؟ وتعرف تطلع من هنا. علامه طبعا المكان اللي احنا فيه ده، احنا كده احنا قدام اسم الانفوشي، انا هنخش عليه كده وهنوري لكم الناس برضو ازاي تجيبوا الطعم بتاعكم وكل حاجة ان شاء الله. هنا الطعم اهو يا جماعة. ده الباب اللي احنا بندخل منه. وده اسم الانفوش اللي التجمع كله عنده ان شاء الله. خليكم معنا. طبعا يا جماعه بنيجي هنا اهوت على بندخل من الباب اللي احنا ورناه لكم من بره، وبنيجي هنا بناخد اللانش الصغير ده يوصلنا للمركب. اللانش ده اسمه تاكسي، هنا اسمه تاكسي. الناس دي كلها مستنيه تاخد لانش يدخلهم للمراكب اللي هي هتطلع عليهم، اللي هو التاكسي ده نفسه. طبعا المراكب الكبيره دي بتفرغ سمكه، يا ربنا يوسع علينا وعليهم. بسم الله ما شاء الله، جمبري طازه اهوت لسه نازل. ربنا يرزق الجميع يا رب. ما شاء الله على الخير اهو اللي جاي من البحر، ما شاء الله لا قوة الا بالله. الله يبارك للناس في رزقها يا رب. طبعا النهارده احنا عاملين حسابنا ان الجو عادل، يعني فعشان كده الدنيا زحمه خالص زي ما انتم شايفين. طبعا السمك ده يا جماعه بيتفرق زي ما انتم شايفين كده، وبيدخل المبيع بتاع السمك او الشادر اللي هو بتاع بحري بتاع الانفوشي، بيتعمل عليه مزادات تجاريه، يعني دوت كده بيتوزع على التجار. بص لو تاخدوا بالكم من الراجل لابس اخضر ده، كل طاوله بياخد منها شويه، دي الاكراميه بتاعته او هو ده اتعابه او اجرته اللي هو بيعمله ده، للعلم بالشيء برضه. كده يا جماعة الناس كلها ركبت المركب اهي، ورايحين احنا لحرس الحدود هنسلم البطايق بتاعتنا ونبلغهم ان احنا طالعين نصطاد. واحنا داخلين على الحدود هنوري لكم الدخلة بتاعتنا. ان شاء الله كده دي دخلة الحدود كده عند المنارة اللي انتم شايفينها دي، نركن المركب وحد بيطلع يسلم البطايق وبينزل.
حساباتنا هو يا جماعه وقفنا بنسبه ان احنا ايه طالعين نصطاد. كده يا شباب هم الحمد لله طلعنا خالص من الميناء وبندور على مكان هنرمي فيه وعر. يا مساء الحال يا رب. صلى على النبي يا شباب والاستفتاح ليا اهو يا كريم يا رب. حته حلبوش فيها بتاع نص اهي. الصلاة على النبي يا كريم يا رب. الصلاة على النبي ما شاء الله لا قوه الا بالله. بص كده طيب بص بيعد معاك قدامه النبي. الصلاة على النبي ما شاء الله ما شاء الله ينور عليك. احنا بنصوره ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله اكبر. حاسب السلاح تحتيه ولا جوه التعود؟ استنى يا محمد. طول لها واحده طول لها طول لها واحده هنفتلك عليها. اطلعوا كده واحده عشان نلف ونرمي الهيل ده. هو بياخد سمك ما خدش سمك خالص. يقعد ياخد اما نقف كمان المركب ده. صلاة على النبي يا شباب. صلاة على النبي يا ابو خالد. انت على فكره الميكاب عندك مفتوح ولا ايه؟ حلاوتك يا ابو خالد. تعالى يا ابن تعالى يا ابن يا ابن المنكوشه. بسم الله الرحمن الرحيم. من المدى عشان الشعر ما يعورش. ماشي ماشي. عينك على عودة. على عود جابك وجاب العود. حبيبك اهو ابو الاشواق. سلام اجمع. خلاص هيمشي. هو تقريبا هو اللي هو كل السمك. طبعا يا شباب احنا ايه؟ وقفنا على وعر وربنا كرمنا برضه بس في ناس ما خدتش سمك. فالمركب اجتمع رايه ان هو يطلع على الغزيله. ابو خالد اهوت بيطلع ماسك الدفه والحاج شوقي بيطلع الهلب اللي احنا كنا ايه حاطين عليه. بس ان شاء الله خليكم معانا ان شاء الله. لا يا ابو خالد ده احنا غيرنا لك الارض مخصوص ابو خالد. ان شاء الله يا موسى. على بالك يا ابو خالد.
الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، ما شاء الله. بتصور؟ أكيد طبعا، وأنا هنضيع لقطة زي ده أبو خالد. بس أنت بس ما تخيبش ظننا واطلع بحاجة غير القراب. والله شكله قراب. لسه ما بانش. لا لا لا، بالصلاة على النبي ما شاء الله. تقس حبيبك يا معلم، حبيبك بالله. اصبر حلوه فيا بالله عليك. اصبر ابو خالد، حد يتعمل له يا جماعه. الصلاة على النبي ابو خالد، بالراحه بالراحه بالراحه، طوله بالراحه. يلا اطلع لفوق ابو شوقي. يا لعبك يا ابو خالد. ماضي احتراف انت مع الحلاليف انت. ماضي احتراف معاه انت. بالصلاه على النبي ما شاء الله. هتقولي في التلاجة عندك. طيب طب بص بس كده الاول. ايه؟ اعمل لي حته كده عشان نحطه لك في التلاجة. ماشي يا ابو خالد. شباب برضو ايه، قعدنا دخل علينا سمك القراء. فدي تالت نقله في اليوم. بصوا يا جماعه القراء اللي احنا واخدينه. كده هننقل نقله ثانيه كده ان شاء الله. ايه؟ هدول كمان. انا جبتهم كلهم. يا هدول هم بيتحركوا. ماشي. هم بيلعبوا. ايه. ابو خالد يا جماعه جاب حلوف طبعا من ساعتها وعمال يعايرنا كلنا بيه، ادينا ردينا عليه اهو الحمد لله. اي خدمه ابو خالد. يا ابو خالد. اه. الحلوف اهو ابو خالد. ما شاء الله. والله ردينا على ابو خالد اهو. سمكتين اهم جنب بعض يا جماعه عشان محدش يقول ايه هي سمكه وعاملين عليها الحفله. وحطينا واحده في كيس عشان ايه يتعرفوا من بعض. محمد ناجي اهو يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. حلاوتك يا حمام. ضرب اتنين جحا، واحد جحا وعر وواحد جحا رمل. وفي سمكة متاكلة منه اهي. هات كده الراس ده يا محمد. راس بس. ايوه. حلاوتك يا حمام. حبيبي يا عم سامي. يعني في قرص هنا. حجي محمد يا بتاع البربوق. حلاوتك. بص طب بص لنا كده طيب. وشك مش باين. حبيبي ابو خالد. الله ابو خالد. يلا اطلع ابو خالد. الصلاة على النبي. اطلع. حلاوتك ابو خالد. ماشي معلش. الصلاة على النبي ابو خالد ما شاء الله. صار اربع ده. اه. حط على ايدك كده ابو خالد بعد اذنك. اعمل ايدك كده. ما شاء الله ما شاء الله. حجي محمد دي اخر نقله يا جماعه في الغزيله اهي. يا مسهل الحال يا رب. ماشي يا حجي محمد. الله ينور. نسرع برضه هم استفتاح هنا في اخر ارض اهي. دي ان شاء الله دي كده اخر نقله وبعد كده ان شاء الله ايه هنمشي يعني باذن الله. صرع حلو محمل اهو. حته ودي التانيه. والناس كلها يعني الحمد لله بتسترزق يعني. الصلاه على النبي. حته مزربانه اهي. بالحجم ده؟ اه والله. سبحان الله. أفضل حاجة نوادر. ما
باشا مش هو طول بالك. عمو محمد ناجي يا لعبك يا كبير يا حماه. ماشي يا حماه الله يوفقك. هو معرض ايه؟ واخيرا وادي حسن الختام اخر حاجه طالعه في الرحله ان شاء الله. يا كريم يا رب كحاية وضوح كده يا جماعة. الساعة 4:50 4:50 ودي ايه كده ان شاء الله نهاية الرحلة بتاعتنا. هنبدأ بقى ان شاء الله نطلع على البر. ساعة ما نوصل ان شاء الله هنقول لكم الساعة كام ونتابع مع بعض بقية الفيديو. ان شاء الله هيبقى اخرنا يا الرصيف يا حرس الحدود لاستلام الايه؟ لاستلام البطايق بتاعتنا. كده الناس اغلبيه الناس لمت، في ناس هي لسه طالعه ان شاء الله ربنا يرزقها. الساعه دلوقتي يا جماعه هي في حدود 5:50 يعني خدنا ساعه من اخر مطرح كنا قاعدين عليه في الغزيلة. كده احنا خلاص قربنا من القلعة اهي. بس اما خلاص يا جماعة ان شاء الله كده ايه اللي فاضل لنا ان احنا ندخل جوه. ما اظنش ان هيفيدكم حاجة تانية يعني كده. هي الرحلة تعتبر بدأت من الساعة 7 تقريبا خلصت كده الساعة 5 ان شاء الله يعني. هي لسه فيها نص ساعة قبل ما ناخدوا البطايق بتاعتنا وكده. بس انا عشان ما نطولش عليكم ان شاء الله دي نهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.